طيب ديزاين اوف بايكسيال لودد كولوم. مثل ما تشوفون البايكسيال لودد كولوم يعني معناته شنو؟ يعني العمود علينا ايش راح يكون؟ مثل ما حكينا قبل دقيقتين، العمود علينا راح يكون عازم باتجاهين، باتجاه اكس وباتجاه واي. مثل ما فحتى نطلع الماكسيموم مومنت علينا ايش راح يكون؟ المعادله اللي توصف هذا الانفلوب او هذا السطح بالنسبه للمومنت راح يكون عنده مثل ما عملنا نورماليزيشن، نقسم ام اكس على التيميت ام يو اكس و ام واي راح يكون نقسمه على التيميت ام يو واي اكس. لازم هذه كلها لازم تكون اقل من او يساوي واحد. ليش؟ لان هاي نورماليزيشن، لانه هذا كانما عم نعمل ايش؟ يعني نقسم المحور كلته ايش قد يتحمل هذا العزم بالنسبه للعزم الاقصى بهذا المحور، ايش قد يتحمل باتجاه الواي على العزم الاقصى باتجاه الواي. لازم مجموع هذول الاثنين يكون اقل من واحد. طبعا لو افترضنا في حاله مثاليه، يعني اذا كان شكل مربع مثل هذا الشكل مربع، فالام اكس التيميت راح يساوي لنا ام واي التيميت. طبعا اذا كان مستطيل ما يساوي، بس هذا المربع اذا كان يساوي فايش راح يكون عندي؟ يساوي لنا ام اكس زائد ام واي يساوي لنا ام اكس واي. هذا مثال يعني حاله مثاليه. يعني معناته شنو؟ معناته اذا كان عندي عزم كثير باتجاه اكس اكسس وعزم اقل باتجاه ممكن يتحمل الاتجاه الاخر يشيل جزء من العزم باتجاه الاكس يشيله معانا باتجاه الواي، بس مجموع ما راح يصير لازم الالتيميت. اوكي؟ حيكون اقل، يعني مثل راح تكون بروبورشنال. طبعا بدي اختم الذكر وهذه تعرفون ايش اللحظه. خلينا ناخذ هذا المثال الاخر. نهاية المحاضرة إذا أحد عنده سؤال راح نحكي عليه. example رقم 4. هون عندي بهذا المثال البي ديد لود راح يكون عندي يساوي لنا 440 45 كيلو نيوتن، وبي لايف لود على هذا العمود عبارة عن 890 كيلو نيوتن، وام شوف هون ام ديد لود باتجاه الاكس اكسس يساوي لي 68 الى نيوتن متر، وام لايف لود باتجاه اكس اكسس يساوي لي ايش قد؟ 150 كيلو نيوتن بير متر، وام دي واي باتجاه الواي دايركشن يساوي 55 كيلو نيوتن متر، وام دي ام ال واي يساوي لنا ايش قد؟ 120 كيلو نيوتن. طبعا الخرسانة المستخدمة بينه FC prime 27.6 ميجا باسكال و FY 414. الشكل عبارة عن شكل مربع مسلح بثمن حديد أو الأشقد أبو نحن لازم نصممه لأنه اللود معلوم عندي. ظل عندي إيش؟ ظل عندي هاي المسافات معلومة عندي، هذه 410، هذه عندي 550، وهذا الاتجاه أيضا يشبهه 550، وهذا الاتجاه إيش راح يكون؟ عندي نفسه راح يكون عندي 410. طبعا حتى أحل هذا السؤال لازم اشوف قيمة الجاما ايش قد عندي، فالجاما عندي راح تكون عندي 410 على 550، ايش قد يساوي لنا؟ 0.74. اذا 0.74، اذا ما اعطيك استخدم انا 0.7 لازم انتربوليشن، فانتربوليشن لازم، فلازم من الساعة لازم احتاج ايش؟ جدول واخذ بينه قيمة مثل هذا. شوف هسه هذا ايضا اجي على هذا
طبعا نفس الحديث تسليح شكله اوكي. هذه لازم اخذ منه قيمه وارجع اخذ من جاما 0.8 واطلع قيمه الانتربوليشن لهذا الفيروس. طيب بس خلينا نرجع نكمل الحل مع هذا حتى تشوفون. هون ايش راح نطلع هسه؟ راح يكون عندي زوم باتجاهات مختلفه، اتجاه الاكس اكسس واتجاه الواي اكسس. حتى اختصر الوقت. طيب نجي اول شيء اطلع البي التيميت. البي التيميت ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي 1.2 بي ديد لود زائد 1.6 بي لايف لود. ايش قدرات راح يكون عندي في الالتيميت؟ راح يساوي لنا 1.2 بي بي 400 في 495 1.6 × 890 ايش قد يساوي لنا هذا؟ يساوي لنا 1985 ضل عندي ايش؟ ضل عندي ام التيميت ام التيميت دايركشن اللي هو راح يساوي لنا 1.2 مومنت ديد لود اتجاه الاكس زائدا 1.6 مومنت ديد لود لايف لود اتجاه الاكس 1.2 انتو مومنت ديد لود اتجاه الاكس اكسس ايش قد طلع عندي؟ 68 معطى زائد 1.6 انتو لايف لود 150. هذا ايش قد يعطينا؟ 321.6. الام التيميت باتجاه الواي اكسس يساوي لنا 1.2 في قبل راح نكتبه بدون قانون زائد 1.6 انتو 120 يساوي لي 258. هذه بما انه هذا كله اللي حكينا عليه تايد كولوم معناته الفاكتور اوف سيفتي ايش قداته؟ 0.65. يعني معناته اذا طلع البي نومينال ايش راح يساوي لنا؟ يساوي لنا البي التيميت على 0.65 راح يساوي لنا ايش قد؟ 1958 على 0.65 حتى استخدمه بالقانون الكيان. قد راح يكون هذه 3012.3 كيلو نيوتن 3012.3 طيب الام شكرا ام نومينال باتجاه الاكس اكسس ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي ام التيميت باتجاه الاكس اكسس على 0.65 ايضا. ليش؟ لانه تايكو. ف 321.6 اللي حسبناه من قبل شوي على 0.64. 494.7 يعني 495 كيلو. ايه 0.7 595. والام نومينال باتجاه الواي حيساوي ام التيميت باتجاه الواي على 0.6. هاي كلها اقسمها لانه تايد كولم اللي هو راح يكون عندي 250.58 على 0.64 396 يعني تقريبا 397 0.9. اوكي شكرا. طيب بما انه هذا الشكل قلنا عليه انه ايش شلون الشكل؟ مربع يعني هذا 550 و500 410 410. بما انه هو الشكل مربع فمعناته الام التيميت باتجاه الاكس راح يساوي لنا الام التيميت يساوي واضح؟ هسه نجي نكتب القانون، القانون ايش يقول؟ يقول ام اكس على ام على ام ام واي على ام نومينال باتجاه الواي. هذا لازم يكون مثل ما قلنا ايش قد يكون اقل من او يساوي ايش؟
ام اكس واي في اي نقطة على ام نومينال اكس واي. طبعا هذه استاذ عن نومينال على الالتيميت قسم على ام ام نومينال. ما اذا هوني ما هذه راح تطلع لنا بليش، هذه كلها راح تصير هم نومينال، يعني كلها نومينال، يعني هذه ايضا نومينال ما يحتاج نضرب فاكتور، يعني هذه مثل ما استعملناها نومينال نومينالات. هذا ايش راح يكون اقصى، يعني خلينا نقول هذا بالكابيتال خلينا نعمل حتى يكون اقصى، هذه اقصى ما يتحمل. ف ام ان اكس يساوي لي ام ان واي، اوكي، ويساوي ام ان اكس واي، فهذه واحد تساوي لنا الاخر، فممكن اقسم عليها واشطبها وتنتهي عندي، فيبقى لي ايش ام اكس زائدا ام واي، ممكن اقول يساوي لنا ام اكس واي. الام اكس واي راح يساوي لي عباره عن 490 95 زائدا 397، ايش راح يساوي لنا؟ طبعا هذا فقط للشكل المربع، ممكن هذا الحكي 892 وهذا الشكل فقط عندما يكون شكل مربع، هذا الحكي صغلان أو جائز. أوكي، هذه سبعة. هسا أجي بما أنه شكل متناظر، فأخذ أي اتجاه عندي أنا الام نومينال، هسا احكي على ام نومينال، اشغل عندي ام نومينال، هسا حكينا يعني 100 92 كيلو نيوتن، وبي ان اشغل عندي حسبنا انه 1000 2000 3012 كيلو نيوتن، هاي حسبناها هاي اللي هون 3012. اجي اخذ هاي القيمتين واصمم عليها فقط، ما عندي غيرهم. بس ام اشون اصمم عليهم؟ اصمم عليهم عندما يكون جاما يساوي لنا 0.75، ما تمام 0.74 ضبط. هاي كانت يا شباب، هاي ايش قد كانت؟ 410 على 550 ايش يساوي لنا؟ ايش هذا 0.74 يعني ايه، هاي خليكم شوي حريصين. طيب هسا نرجع نحكي كيف راح نحسب هذا الكلام. نجي سواء اخذنا هذا البعد او البعد الاخر فما عندنا مشكله، لانه اثنيناتهم راح يكون عندي 550. اوكي، فاحسب ال kn. kn ايش راح يساوي؟ يساوي لنا pn على fc prime pag. فراح يساوي لنا 3012 في ألف، ما ننسى يا شباب لأنه هذا نحول لنيوتن، لأنه هاي كذا نيوتن أو نيوتن، في 28 في 28 كان ميجا باسكال، لا أستاذ 27.6 الإف سي براين، 27.6 إنتو 550 سكوير، يعني خلاص لان هي مش ما ضربوا 1000 لا لا ضربناها دكتور، بس الاف سي برايم يجوز اخذ 28 دقيقه يمكن دكتور ثواني السرعه انت غلط تمام هاي اي تمام نعم. طيب هسه طلعنا قيمه كي ان، ضل عندي قيمه ار ان. ار ان ايش راح يساوي لنا؟ كي ان في اي على اتش، اي على اتش 0.36 في E. ال E ايش قد عندنا ال E؟ او 0.5
هون نرجع نطلع من هون ده من هون نطلع قيمة E. M N. من هون نطلع قيمة E. M على P. ما طلع. P على N. إيه هسا من هذه. M N على P N. بضل إيه. فأش عندي عندي M N يساوي 892 و P N يساوي لي 3012. معناته هذا ايش قد يعطيني اي اي ايش يساوي لنا يساوي لنا بي اوبن ما يخاف المومنت يساوي لنا ايش المومنت ايش يعني المومنت يساوي لنا بي في اي المومنت راح يكون 892 يساوي لنا بي 3012 في اي ويؤدي الى ان اي يساوي لنا ايش قد 0.2296 بالمتر بالمتر لو بالمليمتر لا بالمليمتر عم أعتقد هي واحدة مع البي إن مليم حوالي إما إذا قسمتوا ما شفت أطلع لكم بالمتر بس ضربوني في ألف الجواب ميتين وستة وتسعين بوينت إيش قد 294 إذا 296 هسا أرجع أطبق هذا إيه هون يحطه 296 على الدي الدي هون ايش راح يكون 550 سواء كان باتجاه الاكس او باتجاه الواي نفس الشيء لانه ايش مربع عمود مربع فايش راح يعطينا قيمه ار ان 0.5 0.19 اوكي 1.1 هسه اجي على الشكل بالضبط اوكي اجي على الشكل اتجاه اكس اكسس اختار ايش قد 0.19 اتجاه y axis او ال kn اختار ايش قد 0.3 واجي اقرا اخشى عليها وين اي يقطع وين اي يقطع اقطعه وارجع اقراها اللي قام يساوي لنا 0.7 واحد اخر اللي قام يساوي لنا 0.8 فارجي ارسم جدول واقول هون قام يساوي لي 0.7 هون قام يساوي لي 0.8 هون جاما يساوينا 0.745 هوني الرو راح يصير عندي ايش قد داتي نطلع من الجدول نرجع على الشكل هسه راح اعرض لكم برزنتيشن شوفوا من الجدول هسه هذا اللي ايش بس واضح عندكم البرزنتيشن يا شباب اي واضح شوف لي 0.7 اجي المحور اكس ايش قد قلنا 18 او 19 عفوا نجي نختار نجي نختار هاي 15 16 0.5 احنا ايش قد عندنا؟ بوينت العفو هذه بوينت بالوسط هذه بوينت 3 الى اي هوني هاي بوينت 3 احنا ايش قد عندنا؟ عندنا بوينت 36 يعني تقريبا اي هوني عاد تصير يعني بالضبط اي هاي النقطة واحد هذه ايش قد يعطينا؟ شوية ما انا يعني بعد النص بكثير والله ناقص شوي يعني 2.65 موافقين؟ اوكي يا شباب 2.65 لانه ليش؟ لانه انت تقسمها هذه شوف دحين لمسافة عمودية يعني هاي تقسمها الى 10 ديجيت من هوني الى اي هوني 10 من هوني الى اي هوني 10 والله 2.5 كم مرة مو صحيح؟
ما استاذ ما هي ما عدلي من حطيتها بالماوس. لا دكتور اكثر راح اخليها 2.6 حتى اوكي تمام 2.6 هذه اللي لي ايش لي 0.7 نفس الكلام نعيده وهي يعني كنت حسبتوها اللي كنتم هون نزلتوها وقارناها 2.6 طيب نفس الكلام نعاد الى تقريبا اكثر من 6 منا ايه لي 0.8 شوف بال 0.8 قاطعنا انه ايش راح تكون عندي بال 0.8 ال 19 ال 19 بس شوي خلينا نرجع بالضبط هالشيء هل قد راح تكون اشوف هاي 19 بالمحور اكس بالمحور واي 0.36 ايش قد يعطينا تقريبا 2.2 يمكن تقريبا 2.3 2.2 ايه قوي 2.2 ايه طيب هسه نرجع بس ايش نعمل يا شباب نخلي هذا نسد حتى ما نحتاج نرجع نعمل الانتربوليشن طبعا انا اعمل بطريقتي انتم باي طريقه كانت معكم مشكله تمام اللي ما لحق على الانتربوليشن قبل شوي ممكن نسيت تابع شوف شو ال 0.7 ايش راح يعطينا؟ يعطينا 2.6% وال 0.8 ايش راح يعطينا؟ يعطينا 2.2% الفرق بينات مشقد هذه 0.4% هذا الفرق بينات مشقد 0.1% خلينا ناخذ ريفرنس كايش لهذا اذا اخذنا ريفرنس لهذا ايش عندنا احنا عندنا 0.745 يعني الفرق عن هذه ايش قد راح تكون عندي بوينت او هاي ما نسمع هذه هاي جام بوينت او 45 ايش راح تكون قيمة X؟ هاي القيمة X لازم ايش قد اعمل لها؟ اطرحها من هذه اول شيء. انه انا قاعد اشتغل ريفرنس مع اول رف. راح يكون عندي 0.4 يمكن تطلع 0.18 انت الصح بس اقسمها ايه 18 اي 0.18 هسا الـ 0.745 راح يساوي لنا ايش قد 2.6 ناقصا 0.18% 2.42 لا أستاذ 2.42 اوكي نجي أسا الباقي كله صار ايش صار سهل الباقي سهل اللي هو راح يكون عندي رو جي اس صارت معلومه 2.4 رو جي احسن 2.42% اي اس ايش راح يعطينا؟ احسن 2.42 على 100 في بي في 550 في 550 ليش؟ لانه شكل مربع ايش قد يعطينا اي اس؟ 7320.5 321 طبعا احنا كم واحد بينه هذا الشكل؟ 8 8 مربع 9 8 8 فيوز 8 نمبرز معناته اي اس بار لوحدي راح تكون ايش قد 915 ملليمتر سكوير معناته ابو الاشقر راح يكون عندي ابو ال 34 يعني 0.135 تقريبا عفوا 34.1 ملي سي ايش قد 35 كم واحد يعني المين هاشتاج ابو 13 لازم شلون اي عفوا لانه اكثر من 32 بالضبط عفوا جو 1 2 3 4 5 6 7 8
نجي هسه هذولي معلومين هسه المسافات هذه 550 8 أقول 30 32 مليمتر بالشكل. بل عندي إيهاب 35 آسف بل عندي إيش؟ بل عندي هذا الاستيرب. الاستيرب إيش راح يكون؟ التايز راح يكون عندي إما 550 مليمتر أو يكون عندي 16 في أشقد في 35 أو يكون 48 في أشقد في 13 لأنه هذا في 13 أبو 13 آت لازم أكون هاي ليش أبو 13 لأن عندنا 35 أكبر من 32 بالضبط ممتاز. فهذول ايش قد طلعوا هذول القيم؟ 560 هوني شو 560 48 في 13 624 اذا اقل وحده ايش قد عندنا 550 احنا ناخذ اقل من 550 ملم فاذا هاشتاج ابو 13 550 ملم سنتر سنتر اوكي هذا خلصناه راح أوقف التسجيل يا هون يعني ما راح أحط شيء إضافي أعطيهم ليس حجم كبير ونخشى على سيدكم عشان تكون سيدكم